أعتقد أيضا أن يعني اقتراب الانتخابات الأمريكية وهي على الأبواب، جو بايدن يحاول جاهدا كسب الأصوات اليهودية وكسب اللوبي اليهودي، ومن بداية المعركة والحرب في 7 أكتوبر والرئيس الأمريكي يسعى جاهدا من أجل كسب أصوات اليهود، ليس يعني عابئا بما يتردد داخل الأوساط، أوساط المعارضة الأمريكية إنجاز القول، وبالتالي هو لا يعبأ بذلك أبدا. هو كلمته المشهورة: إن لم تكن هناك إسرائيل لاخترعنا إسرائيل، وبالتالي لا يقف أمامه أي عائق من أجل دعم إسرائيل بأي شكل من الأشكال. شفنا يعني تمريره للدعم الكامل ماديا لإسرائيل وأوكرانيا من الكونغرس بحوالي 100 مليار دولار، وبالتالي هناك يعني قرارات عمياء من الإدارة الأمريكية بتسعى جاهدة لدعم إسرائيل مهما كانت هذه الأصوات التي تحدثت عنها زميلي الفاضل. وبالتالي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا وأيضا يفترض شاهدنا ما هم في ذيولهم يسعون جاهدا لأن يكونوا دائما داعمين لإسرائيل.